ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل وأشرف ما أنفقت فيه الأوقات، وذلك أن الإنسان، كل إنسان مسلم، ينبغي أن يضبط نفسه على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله في قومه وما بعث به من الهدى ودين الحق. ولن تجد أقرب إلى ذلك من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف قدم هذه المقدمة قبل أن يتابع أحداث السيرة حدثا حدثا، لكنه في أثناء المقدمة تعرض أيضا لجوانب من السيرة نفسها ربما يعود إليها أحيانا، ولهذا ذكرها هنا اختصارا، ونحن نسير معه على تصنيفه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما حلف القبول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا أقاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيه سالم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض ما كان من أحوال مكة وقريش وبيئة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاش فيها قبل البعثة. وحلف الفضول كان قبل البعثة بنحو 20 سنة، فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40، فلك أن تتصور أنه الآن في 20 من عمره. وكان بعد حرب الفجار التي وقع فيها مقاتلة بين يعني قريش في الحرم بنحو 4 أشهر. وحلف الفضول ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال: شهدت مع عمومتي حلفا لو دعيت يعني إلى مثله في الإسلام لأجبت، أو قال: ما يسرني أن لي به كذا وكذا. والمقصود أن هذه يعني من الأمور الثابتة. قال: وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان. سبب حلف الفضول كما ذكر ابن إسحاق أن زبيديا، يعني رجلا من زبيد، قدم مكة ببضاعة اشتراها، يعني أراد أن يبيعها في مكة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وجحده حقه، ومن ثم قام الزبيدي فاستعد عليه الأحلاف. والأحلاف تقدم معنا أن بني عبد مناف انقسموا إلى المطيبين والأحلاف، والأحلاف بنو عبد الدار وحلفائهم، ومنهم بنو سهم الذين منهم يعني العاص بن وائل الذي هو والد عمرو بن العاص. لكن الأحلاف أبوا أن يعينوا هذا الزبيدي، فأوفى على يعني جبل مكة وصاح بهذه الأبيات. وكان العرب يستخدمون الشعر في الإثارة والنجدة ونحو ذلك: يا آل فهر لمظلوم بضاعته. وآل فهر يعني قريش، يعني أدوا لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. سمع هذه الكلام الزبير بن عبد المطلب، وقيل بالضم، فقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعوا على رد الفضول. والفضول المقصود بها الحقوق
إلى أهلها، وألا يعز ظالم مظلوما، يعني ألا يغلب ظالم مظلوما. يعني اجتمع هؤلاء الأشراف في دار عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان من أشراف مكة لسنه وسخائه. وفيه حديث الصحيح المعروف لما ذكرت عائشة حاله، وأنه يعني كان يطعم الطعام وكان يصل الرحم، فهل ذلك ينفعه؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني مع عدم أصل الإيمان تصبح يعني أعمال البر ونحو ذلك ليس لها يعني فائدة، بل لها فائدة حازها صاحبها في الدنيا ثناء وشرفا، أما ثواب الآخرة فإنه لابد أن يكون له قصد وجه الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا يعني الزبير بن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد أعمامه، وهو في الحقيقة عم شقيق مع أبي طالب ومع عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قام هذا الرجل القرشي الشريف الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا مترك، يعني لا يترك هذا المظلوم على هذا النحو. فاجتمعوا يعني المذكورون من بني هاشم وبني المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة وتيم وكلهم من بطون قريش، اجتمعوا على ألا يتركوا مظلوما إلا وردوا له مظلمته. وقيل أو قال الزبير في هذا إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. الجار المقصود بها أهل مكة ويعني قائمون فيها أو المقيمون فيها، والمعتر المقصود بها الغريب والزائر، يعني سواء المقيم أو الغريب، لأن من عادة الناس أنهم قد يظلمون الغرباء كما حصل من العاص ابن وائل. ومن هنا سمي حلف الفضول لهذا الأثر المذكور، أنهم يعني تحالفوا على رد الفضول إلى أهلها يعني الحقوق. وقيل أيضا سمي بحلف الفضول لما تسامعت به قريش فأعجبها ذلك وقالوا دخلوا في فضل من الأمر. وربما قيل أيضا كما ذكره السهيلي أنه يعني شبيه بحلف كان في جرهم قام عليه ثلاثة كلهم يسمى فضلا، فسمي الفضول جمع فضل أسمائهم. وأيما كان فالمقصود الإشادة بهذا الحلف، وأنه من بقايا الفطرة التي كانت في قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهده مع أعمامه، وأنه قال بعد البعثة لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأن الإسلام جاء بيعني أصول معاني البر والصلة وحسن الخلق ونجدة يعني الضعيف والإحسان إلى يعني الزائر ونحو ذلك مما اجتمعت عليه هذه البطون في حلف الفضول. تولي السقاية وكفاية هاشم بن عبد مناف لأن عبد شمس عندك السقاية ولي السقاية ورفادة هاشم بن عبد مناف لأن عبد شمس سفار فولي السقاية ورفادة هاشم بن عبد مناف لأن عبد شمس سفار قلما يقيم مكة وكان مقيلا لا ولد، وكان هاشم مسرا وهو أول من سن الرحلتين رحلة الشتاء والصيف وأول من أطعم السريد بمكة، فقال بعضهم عمرو الذي هشم السريد لقومه قوم بمكة مسلكين عجافي. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب ابن عبد مناف، فكان ذا شرف فيه يسمونه الفيار بسماحته. نعم، فولي السقاية والرفادة هاشم ابن عبد مناف. تقدم أن يعني
الأحلاف والمطيبين وهم من بني عبد مناف لما انقسموا إلى يعني قسمين أهل الأمر بينهم إلى أن تقاسموا يعني هذه الوظائف المهمة عند الكعبة، فآلت السقاية والرفادة إلى هاشم ابن عبد مناف الذي هو يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بعد عبد المطلب، لأن عبد شمس سفار وعبد شمس أكبر من هاشم فكان أولى بهذا، لكنه لكثرة أسفاره قل ما يقيم بمكة، وأيضا كان مقيلا ويعني معيلا يعني ذا ولد. أما هاشم فكان يعني لديه من السعة والإقامة ما يعني جعله سيدا على مكة، وهو أول من سن الرحلتين، يعني أول من قام برحلة الشتاء والصيف المعروفة التي من الله تعالى بها في القرآن على أهل مكة، يعني أول من عرف عنه هذه التجارة التي تتكرر كل سنة إلى الشام واليمن، وأول من أطعم الثريد بمكة، وهذا لشرفه كان يطعم الطعام ويسرد اللحم، ومكة يعني كان فيها في ذلك الوقت فقر، ولهذا قالوا عمرو، وعمرو اسم لهاشم، عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي، وأسنته يعني أصابتهم سنة وقحط، يعني يقول لما كانوا في قحط وجد كان هذا الشريف يعني يطعمهم. سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الإيلاف كما قال. والمقصود يعني الإشارة إلى بعض شرف هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهو الذي استقرت تحت يده السقاية والرفادة. تقدم أن السقاية يعني سقاية زمزم التي جدد حفرها يعني أو سيجدد حفرها بعد هذا يعني ولده عبد المطلب. إذا قبل أن تجدد كان له يعني بئر، وكان لكل شريف من أشراف مكة بئر من يعني يسقون بها الحجيج، والرفادة يعني الطعام إطعام الطعام. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيه يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت فياض ولا الفياض؟ وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به فأبت أمه، فقال إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام بقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحقوه عظم خطره فيه. نعم. ثم مات هاشم، ولا بد أن يموت كل إنسان. ولما مات ولي ذلك المطلب بن عبد مناف وهو أخوه، فكان ذا شرف فيهم، وكانوا يعني كان هاشم قد قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له شيبة الذي سمي بعد هذا بعبد المطلب. فلما مات هاشم أخذت ولدها وذهبت إلى أهلها يعني في يثرب التي عرفت بالمدينة فيما بعد. فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، وهذا من بره بأخيه، وهذا من يعني حسن خلقه، أتى بابن أخيه ليلي يعني الشرف بعد أبي، وكان أولى به أن يفعل هذا وبعد موته يأخذ هذا بعض يعني إخوته وهم يعني كثير، فقد أنجب يعني أبوه 10 من الولد و6 من البنات هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، لكن هذا من حسن يعني خلقه أنه فكر في مصلحة أخيه الذي مات، وفكر في أن يجلب ولده الذي كان عند هذه المرأة من بني النجار. فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه يعني أبت أن تسلمه ولده، فقال إنه يلي ملك أبيه،
فأزنت له فرحل به. والعرب كانوا يحرصون على هذه المعاني، وكان عندهم من التعقل ما يجعل امرأة كهذه تتغلب على عاطفتها لأجل مصلحة ولده، إن كان ذاهبا إلى ولاية ملك أبيه في بلد وقوم يكون فيهم أصيلا بدل كونه غريبا في يعني قوم أمه، لا شك أن هذا أنفع للولد، قد كان من هذا خير كثير. فأزنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، ذكرنا أن اسمه شيبة، ومتى عرف بعبد المطلب؟ لما ذهب عمه المطلب إلى المدينة وجاء به من أمه، دخل مكة به فظنوه عبدا اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب وهو في الحقيقة ابن أخيه، لكن غلبت عليه هذه الكلمة وهذا اللقب وصار أشهر به، صار اسم عبد المطلب أشهر من اسمه الحقيقي الذي سماه أبوه. والعرب كان فيها هذا، يعني إذا خرج يعني اسم أو لقب أو نحو ذلك يغلب على الإنسان حتى ينسى اسمه الأول أو لقبه الأول. ومن هنا عرف بعبد المطلب، هو ليس عبد المطلب، هو ابن أخي المطلب، وهو شيبة بن هاشم. فلما ترعرع أو قال فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. وهذا كله يعني من مما يذكر في شرف هذا الرجل الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندك في الحاشية أن عبد شمس بن عبد مناف أبو أمية الذي ينسب إليه بنو أمية الجد الثاني لعثمان بن عفان، وفي الحقيقة الجد الثالث لعثمان بن عفان، والجد الثالث لمعاوية هو في الحقيقة الجد الرابع لمعاوية، لأن عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وكذلك معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. هذا تصحيح لما عندك. ثم ذكر قصة حفل زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نزل عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. نعم. ثم ذكر يعني المقصود الإشارة إلى يعني ابن هشام رحمه الله تعالى، الذي أراد المصنف أن يلخص كتابه، ومع هذا قدم هذه المقدمة أيضا وذكر فيها شيئا مما ذكره ابن هشام، ثم سيبدأ مرة أخرى في تلخيص الكتاب. ثم ذكر أي ابن هشام قصة حفر زمزم، وحفر زمزم يعني مرتبطة بعبد المطلب، وذلك أن زمزم منذ أن بعها الله تعالى لإسماعيل كما أشرنا من قبل، وجاءت جرهم وعرضت على أم إسماعيل أن تقيم معها فقبلت، وكانت تحب الأنس، وشرطت عليهم ألا يكون لهم يعني حق في زمزم، يعني يشربون منها لكن ليس لهم حق أن تنسب إليهم ولا أن يلوه، وبقيت زمزم في أيدي بني إسماعيل. ثم إن جرهما غلبوهم على زمزم ويعني على مكة كلها، وكان ما تقدم في الدرس الماضي. ولما كثرت مظالم جرهم ويعني أجلوا عن مكة، كان من فعلهم فيما ذكروا أنهم يعني طمسوا هذه البئر وبقيت مطموسة قرونا، ولهذا كان أهل مكة كل شريف فيهم يحفر لنفسه بئرا في جهته. ثم إن يعني وهذه قصة زمزم المذكورة، حاصلها أن عبد المطلب أري في المنام عدة مرات من يقول له احفر طيبة، يسأله ما طيبة لأنه ما يعرف يمشي، ثم يأتي في اليوم الثاني فيقول له احفر برة، يقول وما برة؟ ما يدري. في اليوم الثالث يقول احفر المضنونة، يقول وما المضنونة؟ ما يدري. في اليوم الرابع قال احفر زمزم، هو أيضا زمزم ما كانت معروفة، قال وما زمزم؟ لأن هذا أيضا كان شيئا قد درس، فذكر له من أوصافها وأنها يعني تسقي الحجيج الأعظم، وأنها يعني عند نقرة الغراب الأعصم الذي إحدى رجليه فيها بياض عند قرية النمل، يعني فذهب
على هذه الأوصاف التي ذكرت له، فوجد غرابا، وجد قرية نمل، يعني مجتمع النمل، ولم يكن معه إلا ابنه الحارث، لم يكن معه إلا ابن واحد. جاءه بعد هذا، صاروا 10 و6 من البنات، لكن في هذا الوقت لم يكن معه إلا ولده، فجعل يضرب هذا المكان حتى يعني ظهر الطي، يعني حافة البئر، فعرف أن الرؤية رؤية حق. وحينئذ نازعته قريش، قالوا لها له هذه زمزم. بدأ يعني أصحاب الذاكرة فيما تذكروا، هذه يعني بئر أبينا إسماعيل، نحن شركاؤك في هذا. فأبى عليهم وقال لهم هذا أمر خصصت به دونكم، فاختصموا واتفقوا أن يذهبوا إلى كاهنة بالشام. وفي الطريق يعني نفد ماء عبد المطلب، لأن عبد المطلب خرج بجماعة، وكل قبيلة خرجت بجماعة، ولما نفد الماء يعني وأيقنوا بالهلكة انبعثت راحلة عبد المطلب، وإذا بالماء يعني ينبع من تحتها، فشرب وشربوا وسقوا جميعا، فرأوا أنه قد فضل عليهم. قالوا هناك يعني أري رؤيا بحفر زمزم، وهنا لما أردنا أن نخاصمه إلى الكاهنة ونحن في الطريق أيضا نبعت العين، فقالوا يعني هذه حقك ولا ننازعك فيها أبدا. وعرف شرف عبد المطلب ورجع وأتم يعني قواعد الشرف، وكان يعني على السقاية هو وبنوه. وهذه المقصود بقصة يعني حفر زمزم، وإسنادها إلى ابن إسحاق، يعني أو ذكره ابن إسحاق عن علي، وإسناده حسن، لأن ابن إسحاق صرح بالسماع. ويعني وهذه الرواية الأشهر التي رواها ابن إسحاق، وهي صحيحة إن شاء الله، حسنها يعني جماعات من أهل العلم. وعند ابن كثير رواية أخرى أنه يعني عثر فيها على أنه استقسم يعني بالأزلام، وجاء بالأقداح وكتب فيها يعني للكعبة ولقريش وله، فخرجت يعني كنوز الكعبة، الغزال الذهبي والسيوف ونحو ذلك. هذه يعني لم تصح الرواية بها، لكن على كل حال المهم أصل القضية، أصل القضية أن جرهما لما يعني ردمت على زمزم وبقيت قرونا لا تعرف، في زمان عبد المطلب أري هذه الرؤية وجدت حفر زمزم، وكانت زمزم يعني عادت إلى الشرف الذي أو الذي يعني لحق بأهل مكة بوجود زمزم، ولهذا قالوا ما فيها من العجائب. ثم ذكر قصة نزر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب، وهذه أيضا قصة ذبح نزر عبد المطلب لذبح ولده، أن عبد المطلب لما رأى رؤيا حفر زمزم لم يكن معه إلا يعني ولده الحارث، فنظر لما رأى ضعف نفسه وأن قريشا نازعته على هذا، قال لو أن يعني عندي أولادا كثيرين، فنظر إن اجتمع له 10 من الولد يمنعونه، يعني يصل لهم قوة ومنعة أن يذبح أحدهم، ورزق 10 من الولد، فأخبرهم الخبر وأقروا بهذا وأقرع بينهم. فخرج ابنه عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغرهم وأحبهم إليه، وكان يقول في نفسه لو نجا عبد الله فالأمر يستوي عندي، يعني أي واحد يخرج سوى هؤلاء، عادة أن الإنسان في هذا السن يميل إلى الصغير. فخرج عبد الله فأمضى كلامه، والعرب فيهم جلد، ويعني وإذا قال قولا لا يرجع فيه، فأضجع عبد الله ليذبحه، فمنعته قريش ومنعه إخوانه يعني الكبار، واتفقوا على أن يذهب إلى يعني كاهنة، وهذه الكاهنة قالت يعني ما الدية فيكم؟ الأول قالت أنظروني حتى يأتيني صاحبي يعني الذي ترجع إليه، ثم قالت ما الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، قالت ضعوا 10 من الإبل، وضعوا يعني عبد الله ويعني استقسموا بالأقداح، فإذا خرجت على عبد الله فزيدوا 10، فجعلوا يزيدون في كل مرة يخرج على عبد الله حتى بلغت 100، فخرجت على يعني الإبل، فقالوا إن ربك يعني قد رضي، وصارت الدية 100 منذ ذلك اليوم. والقصة أيضا مشهورة، وقد صح النقل فيها عن ابن عباس، ويعني إن كان بعضهم يذكرها مختصرة، لكن الرواية أيضا في هذا تدل على أن القصة كانت مشهورة
متداولة في يعني هذا البيت الهاشمي، لكن لم يصح حديث أنا ابن الذبيحين الذي يروى، ولعل القصة تأتي مرة أخرى في بداية كلام المصنف. على كل حال قصة ذبح عبد المطلب لولده عبد الله وكيف تم ذلك أصلها ثابت كما ذكر كثير من أهل السير. ثم نقرأ الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. نعم. ثم ذكر يعني ابن هشام الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وأهل السير يذكرون هنا يعني أشياء كثيرة، كثير منها فيه نوع من المبالغة ويعني نوع من الأمور الأسطورية التي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليها في الحقيقة. فواقع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتغييره لتاريخ الدنيا كلها وما بعث به من الهدى ودين الحق لا يجعلنا بحاجة إلى يعني أن نكذب له وأن نضع الروايات التي فيها أنواع من المبالغة، من مثل يعني صفة حمل أمه به وأنه كان حملا يعني سريعا ولم تشعر بما يشعر به المرأة الحامل، وأنه ولد مختونا، وسواء قالوا جبريل الذي ختنه أو غير ذلك، وأنه يعني اهتز له إيوان كسرى وسقطت شرفاته وخمدت نار المجوس وغاضت بحيرة ساوى ورأى الموبذان يعني من كبراء الفرس ما رأى. كل هذا في الحقيقة أسانيده يعني ما بين الموضوعة ويعني ما لا يمكن قبوله، ولسنا الحمد لله بحاجة. وهذا مهم جدا ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني نخرج منها ما لم يصح، خصوصا ما اشتهر عند الناس، فإن طالب العلم لابد أن يميز هذا. في نفس الوقت تصح أشياء فهذه تذكر وتعتبر. فأصل المسألة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولادته آيات، هذا لابد منه، لكن لا نتكلم إلا بما يعني صح. فمن ذلك ما صح عند الحاكم والذهبي وصاحب الشيخ الألباني والعمري وغيرهم ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. فهذا يعني مما صح أن أمه رأت هذه الرؤيا كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن هذا المولود سيكون له شأن، وهذا الشأن سيخلف به يعني أرض الشام والديانة المشهورة في الشام التي هي النصرانية، والإشارة هنا إلى يعني ما كان عند النصارى وهي آخر ديانة في ذلك الوقت، فسينسخ ذلك بهذا النبي الأمي. هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يعني صحح الشيخ الألباني أيضا حديث حسان بن ثابت أنه سمع وهو غلام يعني ما بين السابعة والثامنة سمع يهوديا يصرخ بأعلى صوته في المدينة: طلع اليوم نجم أحمد الذي ولد به، طلع اليوم نجم أحمد الذي ولد به. هذا أيضا صححه يعني المحققون ممن كتب في هذا. وأيضا عند أبي نعيم أن زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا من الذين بحثوا عن الحق ويبعث أمة وحده، وهو أبو سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، وهذا الرجل كان بفطرته يعني باقيا على دين إبراهيم وكان لا يشارك قومه في الأصنام ونحو ذلك. المقصود أنه خرج إلى الشام أيضا يبحث عن الحق، وقال له بعض الأحبار هناك: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، فارجع فصدقه واتبعه. وأيضا يعني حصل لسلمان الفارسي ولغيره من أتباع النصرانية وغيرهم إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتتبعون،
بعد أن أيقنوا أن هذا زمن نبي جديد، فكانوا يبحثون عن مكانه ويحرصون على متابعته كما سيأتي أيضا من حال ورقة ابن نوفل وغيره. كل هذه مما صح من الإرهاصات قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك نبيا قد يعني أظله هذا الزمان. وبعدها أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حصلت أيضا يعني أشياء يمكن أن نجعل منها يعني قصة هذا اليهودي الذي قال طلع اليوم نجم أحمد، وممكن أيضا كما سيأتي في خبر ابن الهيبان اليهودي الذي هاجر من الشام إلى المدينة وبقي يعني يتوقع وينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه وصى اليهود إذا خرج يعني هذا النبي فاتبعوه فإنه نبي هذا الزمان. ثم إن يهود بعد هذا كما هو معلوم قد جحدوا ذلك كله. قال وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك أيضا، يعني هذه اختصارات من المصنف. لماذا يختصرها المصنف؟ إما لأنه يرى يعني ما كثيرا مما ذكره مما ليست له أسانيد أو ليست له أسانيد صحيحة، وفي نفس الوقت أصل المسألة ثابت فهو يجمل هذا، أو لأنه أراد يعني الاختصار، أو لأنه سيأتي ذكر بعض هذه التفاصيل حين يبدأ بداية جديدة بعد المقدمة في ذكر أول شأن السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتفي هنا بنوع من الإجمال. قال وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، الذي جرى له يعني وقت رضاعه، مسألة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد هذه مسألة لا خلاف عليه بين أهل السير والتاريخ، وهي ثابتة في أحاديث صحيحة كثيرة، وهي يعني عند أحمد في المسند وعند كثير من أهل العلم، وخرج الشيخ الألباني غير مرة في الصحيح. إذن قضية أصل رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد هذا ثابت ولا خلاف عليه بين أهل السير. كذلك يعني مما يؤكده أيضا في آخر السيرة في غزوة حنين، ويعني ما أفاء الله عز وجل عليه من غنائم هوازن ونحوها، هوازن في منطقة يعني بين مكة والطائف، منطقة بني سعد التي استرضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت هوازن وقد وقعوا في أسر النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساؤهم. فيعني لما أصيبوا بهذا كله في عام حنين قالوا يا رسول الله إن أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم فجعل يعني يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كنا يعني يكفلنك. كل هذا مما صح، وفيه إشارة إلى أن بني ساعدة ممن يعني عرف رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة وفي صحيح السيرة سيرة ابن كثير التي لم يتمها وإنما أخذ منها شيئا. إذن أصل المسألة أنه استرضع في بني ساعدة هذا صحيح وثابت وفي أحاديث كثيرة، ومن بعضها الحديث الماضي أنه رأت أمه يعني حين في بعض رواياته واسترضعت في بني يعني سعد ونحو ذلك. لكن القصة المشهورة يعني خبر حليمة الطويل الذي فيه التفاصيل يعني منذ جاءوا إلى مكة وكل امرأة أخذت صبيا وكانوا يتحاشون يعني الصبي اليتيم، لأن العرب يستنكفون من أخذ الأجرة على الرضاعة، وإنما كانوا يأخذون بلا أجرة ولكن يعطيهم والد الصبي العطايا والهبات، لأن العرب عندهم مثال تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فهم ما كانوا يعني يرضعون الأولاد على سبيل الأجرة، وإنما يرضعونها الظاهر أنها يعني بلا أجرة، لكن في الحقيقة في أجرة خفية، إن والد الغلام يعطيه من الهدايا، ولهذا كانوا يحبون من يعيش أبوه حتى يعطيهم. على كل حال هذا الأثر المشهور الذي فيه التفاصيل وذكره يعني المحقق في عندك في الحاشية، هذا الأثر تفرد به ابن إسحاق وإسناده منقطع ومداره على جهم بن أبي الجهم وهو رجل مجهول كما أشار لهذا الألباني والعمري وغيرهم،
ولهذا يعني هذا الأثر الطويل فيه ضعف. لكن انتبه لهذا، حين يضعف أثر معين فرق بين تضعيف الأثر المخصوص وبين تضعيف أصل المسألة. أصل المسألة ثابت رضاعه في بني سعيد، ولا شك أنه سيثبت في هذا بعض التفاصيل الكثيرة حتى من داخل هذا الأثر، قضية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثابتة في الصحيح، وأن كانت ضمنت هذا الأثر الطويل، وعموم بركة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد أنه حصل يعني أمه من الرضاع ونحو ذلك، لكن تفاصيل هذا من حيث الإسناد يعني لا يثبت مع ثبوت أصل المسألة، ولعله لأجل هذا قال وما جرى له وقت رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما بعد ذلك، يعني أيضا يقول يعني يشير إلى ما ذكره ابن هشام مما يتعلق ببدايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، لكن ينبغي أن يعلم من الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ويعني نشأ نشأة عادية وطفولة عادية، ولد ولادة طبيعية وعاش حياة طبيعية إلى أن اصطفاه الله عز وجل بالرسالة، وما كان من أمور غريبة ما صح منها نثبته كشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إليه في نحو الرابعة من عمره، ويعني غير ذلك مما وقع. ويكون هذا الكلام وسطا، وهذا المنهج السديد بين طرفين، طرف عنده إغراق في إثبات الأساطير ويعني متصور أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أنه لابد أن يكون كل شيء في شأنه غريبا وخارقا ومعجزا وعلى خلاف العادة، هذا في الحقيقة يعني نوع من الغلو، لأنه يضطر في هذا إلى قبول أحاديث موضوعة وأخبار لم تصح وأسانيد لم تثبت. الطرف الثاني الطرف العقلاني الذي يقول أبدا يلغى هذا كله وهو كغيره صلى الله عليه وسلم، وإنما يتميز بالنبوة فقط، ومن ثم يعني يرفض بعض ما ثبت وصح. كلا طرفي قصد الأمور الزميم، هذا الطرف العقلاني يقول لا نؤمن بشق الصدر، ولا نؤمن بأثر يعني بحيرة الراهب، ولا نؤمن يعني كذا وكذا من المعجزات لمجرد أنها تنافي العقل، ومعلوم أن العقل ليس حاكما على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يعني يحكم على العقل، ولهذا الناس يختلفون بعقولهم اختلافات كثيرة، أما الشرع فثابت لأن مرده إلى الوحي. فالتوسط في هذا إن شاء الله أننا يعني ننظر في الآثار التي صحت في سواء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحكام أو في غير ذلك، ما ثبت فإننا نثبته، ولا يعني ولو كان غريبا، لأن القدرة صالحة في هذا كله كرحلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، هذا هو الضابط، ما ثبت نقر به ونثبته، ولا بد أن الله تعالى يعني يهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الخارقة، لكن دون إفراط كما يفعل يعني بعض من لا يضبط المسألة بالضابط العلمي، ودون تفريط كما يفعل بعض من يعني يسقط هذا كله، مع ضابط آخر مخصوص في شأن التواريخ، أن كثيرا من التواريخ قد لا نجد لها يعني على طريقة أهل الحديث لكل قضية ومسألة إسنادا صحيح، لكن في الحقيقة بعض المسائل يعني مما يتواتر نقله حتى لو لم نجد فيه يعني في خصوصه خبر، فهذا يعني قد نجد من العمومات ما يثبت ويؤكد، مثلا مثل زواج النبي بخديجة، أصل المسألة ثابت، لكن سيأتيك أن كثيرا من التفصيلات قد لا تثبت، لكن ليس معنى هذا أنه ما كان فيه امرأة اسمها خديجة وما كان ما تزوجها وما أنجبت له وما كان، هذا كثير منه ثابت، وسيأتيك إن شاء الله تفصيل. ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. نعم. وأما كفالة أمه صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن الراجح أنه لم يرى أباه، وقيل أنه يعني مات هو صغير، والأرجح أنه لم يرى أباه، لأن أباه خرج وأمه حامل فيه، وخرج في تجارة إلى يعني أخواله أيضا من بني النجار في المدينة، ومرض هناك ومات، ويعني ولدته أمه ولم يرى أباه صلى الله عليه وسلم، ثم أنه استرضع في بني سعد كما تقدم، وعاد
بعد حادثة شق الصدر وله 4 سنوات، وماتت أمه وهو في 6، فلم يعني يمتع بأمه إلا نحو 2، وقبلها لم يرى أباه، وبعدها بقي مع جده يعني 2 أيضا. وهذا كله يدلك على ما أجراه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من المقادير التي هي خير وحكمة، فعالج يعني الآلام، آلام اليتم وآلام يعني التغيرات في الحياة، وهذا كله كأنه يعد به ليكون يعني مصدر يعني تثبيت للأمة كلها، وبحيث إذا وقع لأحد الناس شيء من هذا فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يعلم الناس أن ما يقدره الله عز وجل على العبد من شيء قد يكون ظاهره الكراهة، فإن الله تعالى حكيم، ولو كان هذا دليلا على يعني عدم كرامة العبد على الله سبحانه وتعالى كما يفهم بعض الناس لعوفي من هذا رسول الله، وهو أكرم الخلق على الله، فكرامته صلى الله عليه وسلم على ربه لم تمنع أن لا يرى أباه وأن تموت أمه دون أن يستمتع بها وهو صغير، ثم ما إن يعني يتأثر بجده حتى يموت جده أيضا، وهذا كله يعني مما أجراه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة يعني جده الذي أيضا يعني ما بقي معه كما قلنا إلا نحو 2، وكان له منزلة عظيمة في نفس عبد المطلب، ثم كفالة أبي طالب أيضا، وأبو طالب كما قلنا عم شقيق، لأن أبا طالب والزبير ولعله كان قد مات في هذا الوقت، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أبناء فاطمة بنت عمرو المخزومية. أبو طالب لم يكن أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان أكثرهم يعني مالا، لكنه كان أشرفهم، ولهذا عبد المطلب هو الذي عهد إلى أبي طالب لما يعني أتاه الموت، عهد إليه بكفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدر الله عز وجل أن يكون عمه يعني قليل اليد مع شرفه، وهذا يدلك أيضا على أن الشرف لا يشترط أن يكون يعني معه المال، فلهذا قدر الله عز وجل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم حتى يعني يعين عمه، وربما لو كان غنيا ما فعل، فقدر الله عز وجل له ذلك حتى يعني يكون هذا في تدريب على يعني رعاية الأمم، وليألف العمل والكدح والكفاح، لأنه ينتظره ولا شك يعني جهاد طويل كما هو معروف. ثم ذكر تزوجه خديجة رضي الله عنها وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة دجشت وكنت في الذكرى لجوجا بهم طالما بعث النشيجا. نعم. وأيضا قوله ثم ذكر تزوجه خديجة، رضي الله عنها. نعم. قال ثم ذكر قصة بحيرة الراهب، أيضا قصة بحيرة الراهب وسفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بصرة، ولقاؤه هناك ببحيرة الراهب، وقيل إنه كان في نحو يعني 12 من عمره، وأن هذا الرجل الراهب أضافهم ولم يكن من عادته، وشعر يعني أن هذا الغلام الذي مع أبي طالب له شأن، وأنه حذر عم النبي صلى الله عليه وسلم من كيد اليهود والروم أيضا لهذا النبي، فقد ظهر زمانه وعرف الناس أنه كائن وأنه خارج، وربما يعني بدافع الغيرة والحسد ونحو ذلك يؤذونه، فحذره بهير الراهب وأمره أن يرجع. أصل هذه القصة ثابت عند الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه وصححه أيضا الحاكم وابن سيد الناس ويعني ابن كثير وابن حجر، كذلك الشيخ الألباني في عصرنا والعمري صححوا أصل المسألة، وهي يعني قصة بحيرة الراهب وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام
مع عمه إلى التجارة بالشام وما جرى هناك. أصل المسألة ثابت، وإن رده بعض الناس من باب يعني بعض النكارة في المتن، وبعض هذه الأشياء تسلم لهم كقولهم مثلا في بعض الروايات وبعث معه عمه يعني بلالا، أو إن أبا بكر كان معه، وهذا في الصحيح في الحقيقة لا ينزف أصل المسألة. يعني يكون أن ذكر بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بلال لم يكن ولد، لأن بلال أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني 12 سنة، ويكون معه أبو بكر، أبو بكر كان أصغر بسنتين. فليس معنى أن بعض الروايات وأن بعض لعلها تكون كلمة مدرجة، وبالتالي العلماء أنكروا هذا كابن القيم وغيره وجماعات ممن تكلم، أنكروا أن يكون في قصة بحيرة الراهب ذكر لبلال أو ذكر يعني أبي بكر رضي الله عنه، وهذا صحيح. لكن أصل الحديث صحيح، وهو يعني أصل الرحلة، رحلة التجارة، وهذا المتبادر من تربية الرجل للعم لابن أخيه، كما تركه يذهب يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة تدريبا له، أيضا يأخذه معه في إحدى رحلاته إلى الشام ليعالج الاحتكاك والاختلاط والتجارة ونحو ذلك. هذا ليس فيه شيء، خاصة مع ثبوته وقول الترمذي يعني بتحسينه رحمه الله تعالى. وكون إن بعض الأحبار يحذر يعني يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة ونحو ذلك، فهذا يعني أيضا ليس فيه شيء، ومعلوم من يعني كلام الله عز وجل أن أهل الكتاب يعرفونه، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد كان يعني اليهود والنصارى بما بين أيديهم من الكتب فإنها تحرفت على مراحل، ما زالت تتحرف يعني قرنا بعد قرن وجيل بعد جيل، ويبالغ في طمس كل المعالم. لكن ليس معنى هذا أن تزول كل المعالم، يبقى أشياء. فمما بقي بين أيديهم في كتبهم المحرفة البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الصحيح إثبات أصل المسألة قصة بحيرة الراهب، وهو يعني هذا الأثر دليل على معرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون لهم قد أظل زمان نبي جديد. وإذا يعني يقول اليهود للمشركين من الخزرج والأوس من أهل يثرب: ولئن يعني خرج لنتبعنهم ولنقتلنكم معهم قتل عاد وإرم. إذن كانوا مهيئين اليهود، وكذلك يعني كثير من رهبان النصارى للإيمان ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان معلوم لدى أهل الكتاب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما خرج سلمان والفارسي وخرج يعني غيره كعبيد الله بن جحش و يعني زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم يتتبعون الدين، لما كرهوا ما عليه قريش من عبادة الأصنام، انتفعوا كثيرا بتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند أحبار اليهود ورهبان النصارى. ولذلك جاء من جاء من خارج هذه الجزيرة وعاش في المدينة لما عرف أنها مهاجر نبي آخر الزمان، وربما جاءوا من بلاد فيها خصب ورغد ونحو ذلك، وجاءوا إلى هذه الجزيرة التي فيها قحط وجدب ونحو ذلك، ينتظرون يعني نبي آخر الزمان. في هذا المعنى كله يصب خبر بحيرة، وهو في الأصل ثابت كما ذكرنا عمن يعني نقلنا منه أو عنه. ثم ذكر تزوجه خديجة، وما ذكر لها غلامها ميسرة، وما ذكرته لورقة. وأما يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فالآن بلغ 25، لأن الشهود حلف الفضول كان في 20 من عمره صلى الله عليه وسلم،
ربما كان في أكثر الروايات يعني إن خبر بحيرة كان في الثانية عشرة، وزواجه من خديجة كان في نحو الخامسة والعشرين. أما تفاصيل زواجه من خديجة صلى الله عليه وسلم ويعني خروجه في التجارة بمال خديجة مع ميسرة غلام خديجة، وما حكاه ميسرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعجائبه وما رآه في سفره ونحو ذلك، كل هذا في الحقيقة لم يثبت رغم شهرته عند أهل السير. وحتى سن خديجة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهور أنها كانت في الأربعين، وهذا كلام الواقدي، لكن عند ابن إسحاق أنها كانت في الثامنة والعشرين، وربما كان كلام ابن إسحاق يعني أقوى، أولا لأنه أوثق من الواقدي، ويعني ثانيا لأنه أشهر من يؤخذ عنه السيرة بلا منازع، هو في مصاف يعني الطبقة الأولى ممن يعني يقدم في ذلك. ثالثا من حيث الواقع فإن خديجة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين ذكرين وأربعة يعني إناث، ولدت له القاسم وعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر، ولدت له أيضا زينب ويعني أم كلثوم ورقية وفاطمة. فلو كانت في الأربعين فإن إنجاب يعني هؤلاء الستة ولا شك أنه يعني لم يكونوا كل سنة، هذا معلوم من المرأة يعني يأتيها يعني انقطاع الحيض ونحو ذلك وبالتالي الحمل في نحو الخمسين، فيكون هذا أقرب أنها كانت في الثامنة والعشرين من المشهور أنها كانت في الأربعين. وأيا ما كان فهذه كلها، المهم أن أصل المسألة أنه تزوج بخديجة وأنها أنجبت له أولاده الولدين وأربعة أو أربع الإناث، وأنه لم يرزق من زوجاته إلا من خديجة رضي الله عنها، كل هذا يعني ثابت بلا خلاف. وأيضا مما ثبت فضل خديجة رضي الله عنها ومواقفها في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كما في حديث البخاري المشهور في بدء الوحي، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ومحبته لها وأنه رزق حبها وأن الله لم يبدله خيرا منها كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأنها من يعني خير نساء العالمين، كل هذا ثابت. وأن جبريل سلم على خديجة وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، كل هذا ثابت يعني بلا خلاف. لكن الذي لم يثبت التفصيلات التي فيها يعني ملابسات زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ويعني بركات وكرامات وأخبار وعجائب يعني ما رآه ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هل هذا الذي كان سببا في زواجها، والتفصيلات بين هذا ومن الذي زوجه أبوها، أم أن الذي زوجه يعني عمها والظاهر أن والدها مات، وما سوى ذلك من تفصيلات ليس لها في الحقيقة كثير أهمية، لكن الثابت يعني أنه تزوج خديجة وأنجبت كل أولاده ما عدا إبراهيم الذي جاء من ماريا السرية المصرية، وأن يعني منزلة خديجة في الإسلام ما قد عرف فإنها من خير نساء العالمين. ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة، يعني ذكرت لورقة، ورقة أيضا كان يعني ابن عم خديجة وكان يعني يتبع النصرانية، ويعني كان أيضا قد عاف ما عليه قومه من الشرك وعبادة الأوثان ونحو ذلك، ولهذا لما قرأ في الكتب عرف أنها يعني النصرانية وأنها يعني دين جاء به رسول الله عز وجل، فتابع هذا الدين ووجده خيرا، ولا شك أنه خير مما كان عليه المشركون عباد الأصنام. ومن ضمن ما تعلمه من هذا الدين أنه علم أن يعني نبي هذا الدين يبشر بنبي آخر هو رسول هذا الزمان، وأنه قد أظل هو رسول يعني آخر الزمان، وأنه قد أظل زمانه، فكان ورقة يعني تتبع
هذا الأمر. فلما أخبرته خديجة أيضا ببعض ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم كالقصة التي أيضا ربما ستأتي من بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأثر بهذا وتحمس وقال كما في الصحيح: ليتني يعني كنت جذعا حين يخرجك قومك، وقال إذا أنصرك نصرا مؤزرا، لكنه لم يلبث أن مات. ولهذا يعد يعني ورقة من جملة المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف يعني بعض الأبيات التي تروى والتي نقلها ابن هشام: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، أو لججت يخاطب نفسه: وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة. صاحب الهدف مهتم ويبكي شوقا إلى يعني الوصول إلى بغيته، من الشوق إلى النبي الجديد. ووصف من خديجة بعد وصف: فقد طال انتظاري يا خديجة في بطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد أو ويظهر في البلاد ضياء نور يقوم به البرية أن تموج، إلى يعني أن قال: فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجة، ورجي بالذي يعني إلى آخر ما قال. والمقصود أن ورقة كان يعني يعلم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على اتباعه، ولا شك أنه يعني أصدق من كثير من اليهود الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا بأنهم سيؤمنون بالنبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها. نعم، أيضا فيما ذكر ابن هشام ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة. ومعلوم أن الكعبة بناها إبراهيم الخليل وإسماعيل ولده صلى الله عليهما وعلى نبينا. وهل كانت الكعبة يعني قبل ذلك كما قد يفهم من أنه قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن في هذا الوقت يعني أمر ببنائها، لأنه قال هذا حين وضع يعني هاجر وابنها ثم عاد إلى يعني بلده. قال بعض أهل العلم أنها كانت منذ القديم وقد بناها آدم وحج إليها الأنبياء، لكن لم يثبت بناء آدم لها، وقيل بناها من قبل آدم الملائكة، كل هذا يعني لم يصح. لكن الذي صح أن إبراهيم بناه، هو أول من بناه، لكن لا يمنع أن يكون المكان الربوة التي كانت مكانا للكعبة يعني كانت معروفة عند الأنبياء قبل ذلك. والظاهر أن أول من بناها هو إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وعلى النبيين، ثم هدمت وبناها العماليق بعد هذا، ثم بناها يعني الجراهمة بعد هذا، ثم هذه المرة الرابعة أن هدمت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السيل الذي اجتاح مكة وأعادت قريش بناءه. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره، ويعني قامت قريش ببناء الكعبة، ومعلوم أنها بنتها لم تستطع بناءها على قواعد إبراهيم لقلة المال الحلال مع كثرة أمواله، بقايا القيم، يقولون ما نبني الكعبة بمال فيه تجارة خمر ولا فيه ربا ولا فيه حرام، مع أنهم يعبدون الأصنام، لكن يعني بقايا القيم، قالوا أما مال حرام أبدا، لابد يكون مال من الحلال الصافي، فجمعوا الحلال الصافي من كل أغنياء قريش، فلم يأتي بقيمة يعني الحجارة كلها، فبنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وقصروا في الركنين الشماليين، ووضعوا الحجر يعني الذي يمنع من يطوف من داخله، لأنه إشارة إلى تتمة قواعد إبراهيم. إلى هنا والأمر ماشي، لكن الإشكال كان في يعني شرف وضع الحجر الأسود في مكان، بنوا الحجارة كلها، فلما جاءوا عند
الحجر الأسود من الذي يمسك به ويضعه اختلفوا، لأن هذا شرف عظيم، فكل بطن وكل يعني فخذ من قريش يريد أن يكون له هذا الشرف، وكادوا أن يقتتلوا، ثم إنهم يعني اتفقوا على أن يحكموا أول داخل بينهم، فكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا لما أراده الله تعالى له من الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم. في بعض الروايات أنهم لما رأوه قالوا هذا الأمين، وهذا يدلك على منزلته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قومه. فيعني جاء ب يعني ستارة أو نحو ذلك، يعني ووضع الحجر بيده فيها وأخذ بكل طرف منها يعني كبير من كبراء قريش، ولما وصلوا عند المكان الحجر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده وارتضوا بهذا. وهذا يدلك على يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأدبية في وسط قريش قبل أن يدري ما الكتاب وما الإيمان، وقبل أن يبعث يعني نبيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود الإشارة إلى أن هذا بعض ما قدره الله عز وجل لنبيه من المقادير، وهذا كله سيحتاج إليه بعد أن يفجأهم بالحق الذي بعث به. فيعني من كان ذا عقل ومن حلفه التوفيق ومن كان عنده تمييز ينبغي أن يسارع بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني يجحد ذلك لا شك أن هذا من يعني شؤمه ومن عدم إنصافه. يأتي ذكر الحمص وهو أمر قد يطول معنا، نرجئه إن شاء الله. يقول ما الفرق بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم؟ هل هو الحجر الذي وقف عليه في البناء أم ماذا؟ الحجر هو يقول الأسعد، صحيح اسمه الحجر الأسود، ولا يعني يقال بعض العوام لهم تسميات لم يرد بها السنة، هو الحجر الأسود. والحجر الأسود الذي يستلم يعني إذا استطاع أن يقبله، وإلا يعني استلمه بعصا أو محجن أو نحو ذلك وقبله، وإلا أشار إليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود في الركن يعني المعروف. وأما مقام إبراهيم فهو المقام الذي قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبني الكعبة، هو خلف ما زال يؤخرونه خلف الكعبة. ما هي بركة ماء زمزم؟ وهل ماء زمزم لما شرب له وليجوز نقلها خارج مكة؟ وما معنى أن أم إسماعيل تحب الأنس؟ أما زمزم فهو ففيها حديث كثيرة في بركتها، طعام طعم وشفاء سقم، وزمزم لما شربت له ومعلومة بركتها، لكن بشرط أن يكون الإنسان يعتقد، وإلا بعض الناس إذا لم يعتقد بركة زمزم فإنه لا يكاد يحس لذلك. أبو ذر عاش يعني أسابيع على ماء زمزم حتى سمن لأنه يوقن بشرفها، أما بعض الناس يشرب وهو غير مستحضر لهذا المعنى. ولهذا إذا اعتقدت في أن زمزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، وأنها لما شربت له وأنها ماء مباركة، واستحضرت التاريخ كيف عاش عليها يعني إسماعيل وأمه، هذا ينفعك الله عز وجل. وأما نقلها خارج مكة فالأمر فيه واسع وجائز إن شاء الله. وأما أن أم إسماعيل تحب الأنس، وفي بعض روايات الإنس، فتحب الأنس يعني تأنس بالإنسان، يحب الأنس بإلفه من الناس.
يقول: أين المساواة بين هاجر وسارة عليهما السلام مع إبراهيم عليه السلام؟ يعني هو يقول يعني لما غارت سارة من هاجر لما جاءت بإسماعيل أخذ إبراهيم الخليل هاجر وابنها وذهب بهما إلى هذه الأرض التي يعني هي مكة. فيقول يعني فين المساواة والعدل؟ على كل حال سارة كانت زوجة وهاجر كانت أمة، ولا يلزم المساواة بين الزوجة والأمة. الإشكال لو كانت كل منهما زوجة كان ينبغي أن يعدل بينهم، لكن الأمة لا يقسم لها كما يقسم للزوج، هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بأن الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، هو الذي أمره بهذا. ثالثا، هذه كانت كرامة عظيمة لهاجر وابنها، فلا يقال هذا ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذا، فلا يقال أين المساواة. هذا أيضا فيه سوء أدب، يتصور الإنسان أن نبي الله الخليل يعني ما كان كأنه ما يعدل أو ما يحسن التصرف، هذا لا يليق. كيف قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولم يكن هناك بيت أصلا؟ ذكرنا أظن هذا الجواب قبل قليل. سبب نقصان عقل المرأة، زعل الناس إيه؟ سبب نقصان عقل المرأة نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس شهادة، لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فسألوه عن هذا فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينه؟ يعني المرأة عندها أيام ما بتصليش، والرجل لا يتصور أن الرجل لا يصلي إلا إذا حاض هو الآخر، لكن طول ما الرجل لا يحيض فالأصل أنه يصلي في كل الأحوال. لكن المرأة لها نحو أسبوع يعني في كل شهر لا تصلي، وهذا من نقصان دينه، وهي غير ملومة على هذا، لكن هكذا قضى الله. وأما نقصان عقلها، قال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فهذا من نقصان عقله، وهي أيضا غير ملومة على هذا، لأن المرأة ميالة إلى العواطف يعني وليست تأخذ بالحزم والعقل. ولهذا جاءت الشريعة في مصلحة المرأة حين جعلت الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، حتى ليست المرأة كلما يعني أخذتها العاطفة. صحيح أن كثير من الرجال صاروا يعني أسوأ من النساء أيضا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز بدء النصارى بالسلام خصوصا إذا كان صاحب حق كأستاذي في الجامعة أو جاري؟ أما معاملة مع النصارى واليهود وأهل الكتاب لابد أن تكون بالعدل، ولا يجملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإذا كان له يعني سبب كجيرة ونحو ذلك فلابد أن يراعى هذا، لكن في الإطار الشريعة، في إطار الشريعة نحن لا نبدأهم يعني السلام. وإذا سلموا علينا رددنا عليهم، إذا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، ولا يلزم أن نقول عليكم فقط، لكن لا نقول رحمة الله وبركاته، السلام عليكم، عليكم السلام. وإذا تحرجت وكان ينبغي أن تبدأ كأن تكون أنت الداخل، فلك أن تخرج من هذا إن كان له حق عليه بغير السلام، يعني تقول كيف حالك ونحو ذلك من المعاني بعيدا يعني عن أن تبدأه بالسلام. هل الرجل له فترة عدة؟ لا، العدة خاصة بالمرأة وليس للرجل عدة، لكن بعض العوام يقولون هذا في بعض الحالات التي لا تسمى عدة ولكن تسمى يعني أسباب شرعية لمنع الرجل من الزواج، لكن لا نسميها عدة، العدة خاصة بالمرأة. متى يمنع الرجل من الزواج؟ رجل متزوج أربعة وطلق واحدة، في فترة عدتها ليس له أن يأتي بالخامسة حتى تنتهي، لأن فترة العدة ما زالت محسوبة هي الرب، فينتظر عدة المرأة
حتى تزوج مكان هذه الرب. فالعوام يقول هذه عدة للرجل، ليست عدة لكن ممنوع من الزنا. رجل طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها، ويصح له أن يتزوج أختها إذا طلق لكن بعد انتهاء العدة، ولا يجمع بينهما في عدة واحد أو خالتها أو عمتها، يعني هذه بعض الأحوال لكن لا تسمى عدة للرجل. الرجل ليس له عدة، له عدة لكن عدة لا. طيب، يقول أريد شراء سيارة فذهبت إلى المعرض فقال لي حول مرتبك إلى البنك لكي يستقطع منه قيمة القسط، فما حكم المعاملة؟ إذا كان المعرض هو الذي سيبيعك السيارة وهي سيارته ويملكها وأنت الذي ستشتري وليس بينكما طرف ثالث، فالبيع صحيح حتى لو كان بالتقسيط، وكان التقسيط سيزيد فيه يعني ويكون فقط تحويل المال للبنك نوع من تسهيل عملية الدفع الشهري، حينئذ لا حرج. وإذا كان هذا الغالب مع الأسف إن البنك هو الذي سيدفع عنك المال إلى المعرض ويأخذه منك بعد هذا، فهذا هو الربا، لأن في الحقيقة هنا أنت تشتري من البنك ولست تشتري من المعرض، والمعرض ما له علاقة. المعرض يدفع السيارة يأخذ فلوسه كاملة من البنك وانت منك للبنك. البنك ماذا فعل؟ البنك شريك مرابط، أعطاك المال 100,000 حتى يأخذه منك 130، كلما تأخر 140-150، وهذا بالإجماع يعني محرم. فانظر دايما في المعاملات نتأكد بالضبط الصورة المعروضة، أن أحيانا يكون في نوع من التغير. إذا كان على حال الغالب زي المصير للسيارات وغيرها، البنك هو اللي بيشتري والبنك هو اللي بيدفع، والمسألة مسألة قرض بالربا، هذا لا يجوز. حكم رفع عداد الكهرباء من المسجد حيث أن المسجد مقام عليه بيت من 3 أدوار ولا يدفع نقود الكهرباء، فإذا رفع العداد يعد سرقة أم أنه المسجد مثله؟ أنا شايف أن المساجد قانونا لا تدفع الكهرباء، محتاجة بس نوع من أنك يعني محتاجة شغل إدارة مش شغل فتوى. المسجد لا يدفع كهرباء، فأنت تقول ده مسجد ويتعمل له نظام خاص يعني. بعض الأدعية علمها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في مواضع معينة مثل بعد التشهد ودعاء الاستفتاح، هل يجوز أن يقول هذا الدعاء في موضع معين، أن أقوله مثلا في سجودي في دعاء بين الأذان والإقامة؟ كأني فهمت منك أن يكون في غير المكان الذي يعني دعاء الاستفتاح، هل يجوز أن أقوله في سجودي أو أقوله في الدعاء العادي؟ إن كان المعنى يعني يصلح لهذا فلا بأس، لكن دون أن ترتبه. يعني واحد يدعو بالدعاء العادي كأن يقول مثلا اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، وهذا أصل في دعاء الاستفتاح، لكن يصلح أن يكون دعاء عام ما دمت لا ترتبه بالطريقة الراتبة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. تبرع بالدم ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء إن شاء الله. قبل التزامي كنت أعمل لصا فمن الله علي بالالتزام، فكيف أفعل؟ وهل أصحاب الحقوق يقتصون مني يوم القيامة؟ أولا يعني أوقف نزيف المعاصي وتوب إلى الله عز وجل، هذا أهم شيء. ثم بعد هذا يعني إذا صحت توبتك فاجتهد في رد الحقوق والمظالم إلى أهلها، من عرفته رد إليه مظلمته، ومن لم تعرفه فتصدق عنه بها، وإذا لم يكن عندك فانوي خيرا إن وأن تفعل هذا، ولعل الله عز وجل يرزقك ما يعني، وإلى أن يتيسر هذا فيعني لا تكن وسوسة،
أقبل على ربك وأنزل حاجتك بالله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صلى الله يتقبل منا منكم ويتوب علينا منكم. كيف أجاهد نفسي في غض البصر وأضرار إطلاق البصر وتأثير إطلاق البصر؟ نعم، تجاهد نفسك بالاستعانة بالله عز وجل، ويعني الحرص على العلاجات الشرعية، ومنها الصوم الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني علاج الفراغ. بعض الناس المعاصي في الغالب سببها الفراغ، إنسان فارغ ليس عنده قضية وليس عنده يعني شيء يفعله، فهو يتنقل، الشيطان يعبث به ويتلعب به. لكن إنسان مشغول عنده اليوم يعني ورد من القرآن لم يعني يقرأ، فهو مهموم، هو مش في الشارع، أنا اليوم سينتهي مني وباقي عندي جزء، باقي عندي جزئين، وربما لو كان حافظ يقرأ في الطريق، وربما يذكر الله تعالى، وربما يدعو أن يعينه على ورده. رجل يريد أن يصل رحمه ليأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن منكر، رجل يريد أن يعني يوظف نفسه في المسجد، ينظف المسجد، وألا يكون خلاص كيف ينظر إلى امرأة، هو مشغول بمعاني كبيرة. النسر والصقر إذا حلق في أعالي السماء يستنكف أنه ينزل كالغراب إلى الجيف ونحو ذلك، لكن الفارغ ما عنده إلا الجيف، ويتنقل من جيفة لجيفة لأنه ما يعرف إلا هذا. فأنت عالج الفراغ وحاول أن يكون لك أهداف وطموحات وتسعى لتحقيقها من طلب للعلم وحرص على العمل ونحو ذلك، واحرص على قراباتك وأرحامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصحبة الصالحة من إخوانك، واجتهد في يعني المشاريع التي ينبغي أن تنافس فيها إلى أن تلقى الله عز وجل، حينئذ يكف الله عز وجل عنك. ولا شك أن الزواج من أسباب ذلك أيضا. السنن القبلية إذا لم أصليها قبل الظهر من غير عذر ولا بعدها، هل يجوز أصليها بعد العصر؟ نعم، لكن من غير عذر لماذا؟ إذا لم يكن عذر فالأصل أن تصلي السنة في وقته، وإلا لو حصل الإنسان يعني تخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انشغل يوما، لكن يوما عن صلاة الظهر فصلاها بعد العصر. لكن الذي ينشغل دائما وكل يوم لا شك أن هذا يعني غير حريص. ولد له أب وهذا الأب كبر ولا يستطيع أن يعمل، فولده يعطيه مالا والأب مدخن، فهل على الولد إثم؟ لا، الولد يعطي والده وينصحه ألا يدخن، وبالإحسان لعل الولد إن شاء الله يكف. إذا رأيت أن الولد يأخذ الفلوس فقط للدخان اشتري له بها يعني طعاما ونحو ذلك. تعرف على زميلة له في الكلية وبعد أن التزمت لم يكلمها ويريد الزواج منها علما بأنها ترتدي البنطلون، فهل يكلمها ويشترط عليها أن ترتدي النقاب أو على الأقل الخمار؟ لا أنصحك أبدا بهذه، لست يعني خيرا لها ولا هي خيرا لك فيما يظهر إن شاء الله. فالأولى يعني إذا استقمت أن تستقبل حياة جديدة، والله تعالى يرزقك خيرا منها ويرزقها خيرا منها، خصوصا وهي غير ملتزمة. وقضية بعض إخواننا دائما يقول إذا اشترطت النقاب اتحلت المسألة، القضية ليست في النقاب، ما أكثر المنتقبات التي يحتاجن إلى ضرب أحذية الدنيا كلها مع النقاب. فالقضية ليست صورة، القضية قضية معاني وقيم، والمرأة مشروع الزواج عندها لا يقاوم. لو أتيت إلى امرأة يعني راقصة قلت لها اتجوزي وتلبسي النقاب، والله العظيم تلبسه، والله تلبسه، لأن مشروع الزواج لا يقاوم عند المرأة بالفطرة. كل امرأة الزواج عندها يعني، فإذا قلت لها البسي قبل ما تقول، ما هي مش عايزة تسمع أنت عايز إيه، هي موافقة. نعم، يبقى لا خليك عاقل، وبالتالي يعني ما تحت النقاب ليس هو الحد، الحد الالتزام والاستقامة والديانة والخلق والأصل والطباع. ما أكثر من تكون ملتزمة وقد تكون دينة ولا تصلح مع الأسف يعني لسوء طباعها ويعني سوء أصلها ونحو ذلك. فالذي أنصحك به أن يعني قد يكون الإشكال عنده الذي لم يذكره أنه متعلق بها، يقول لازم أقول لك يعني أن أنا حتى هذه في الحقيقة غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، هذا ليس تعلق،
هذا بنسميه لعب عيال. أي واحد يعني شاف واحدة في الكلية أو في الشارع أو جارته وتعلق بها وقال أبدا أنا مش أفتح الكتاب ألاقيها قاعدة في الكتاب، أبص في كل في الكوباية ألاقيها جوه الكوباية، أنام تطلع لي في ده فراغ. أيضا هذا لعب عيال، لعب صبيان، قلب فارغ فامتلأ بأي حاجة. أنت لو عندك كوب فارغ هل يمتنع أن يملأ؟ عايز تحط فيه مية يقول لك لا، حط فيه جاز يقول لك لا، حط فيه هيقول لك لا. لا هو فارغ. نفس الكلام يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا ليس حبا، هذا لعب عيال كما نسميه. أين الحب؟ الحب لا يأتي أبدا بهذه الطريقة، الحب يأتي بالعشرة والمعاني والمشاركة في يعني أعباء الحياة، هنا يأتي الحب. حتى لو كانت المرأة دميمة ما تدري كيف يأتي الحب، يأتي بالعشرة، ده الحب الحقيقي. أما واحدة عملت كده بشعرها خلاص أنت حبيتها، أنت إنسان فارغ تضحك عليك. نعم. وأنت مش تجاوز طول عمرك تقعد تعملها كده بشعرها، فأنت تبقى مجنون، مش هو ده المقصود. نعم. ولهذا الحب الذي تراه بين أبيك وأمك أو بين جدك وجدتك، شوف جدك دلوقتي، جدتك عندها كم سنة؟ حاجة وستين سنة، وأنت ما شاء الله تقول أنا مش عارف جدي يعني عايش إزاي معاه. يقول لك فلان أم فلان ما في الدنيا ولا يوم من أيام أم فلان، وهي تقول لك أبو فلان ولا سيد الرجال. العشرة، وإلا ما عادش في عندها لا شعر ولا عنده عضلات ولا شيء. المعاني، هذا هو الحب. أما قبل هذا فهذا لعب صبيان، يعني أنا أجلك عنه إن شاء الله. اترك هذا وخلي الإيمان يعمل عمله في قلبك، وإن شاء الله ترزق خيرا منها، ولعلها أن تتوب وترزق خيرا منك. علاج الطبيب للسيدات والطبيبة للرجال مع أني طالب في كلية الطب. الأصل أن المرأة تعالجها المرأة، فإذا لم تجد مستمع عالجتها المرأة النصرانية. وآخر شيء تفكر فيه يعني الرجل، إلا في الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، لكن دون ضرورة فلا يصح. وكذلك العكس، الرجل ما ادعى أن يذهب إلى طبيبة إلا أيضا أن تكون هناك يعني ضرورة. من بعض هذه الضرورات أن الطالب يعني قد يضطر إلى شيء من هذا، فيحاول أن يتقي الله عز وجل. لكن الأصل أن ينبغي أن تكون من فروض الكفاية وجود طبيبات للكشف على النساء، وجود أطباء للكشف على الرجال، مش وجود طبيبات للكشف على الرجال وأطباء للكشف على النساء. ده مطلب غربي، مطلب غربي، أنه لازم يحصل زي جماعة مدرسين الوقت، ولكن المجموعة لازم يكون فيها نصها أولاد ونصها بنات. ليه؟ عشان ننشط الدورة الدموية. نعم. والآخر يطلع أخ ملتزم يقول لك والله الدنيا كلها كده، هو المجموعة لازم يكون نصها طالبات ونصها. يبقى احنا أول امتحان بنسقط، أول امتحان في القيم بتاعتنا تضيع منه. والصحيح الإنسان صاحب القيم يعني لو جاءوا بالدنيا كلها حتى يتنازل عن قيمة من القيم ما يمكن. طيب مش هدرس، ما تدرسش. هتقول يعني لن أرزق؟ مش معقول، الله عز وجل يرزقك. لا شك أن هذا يعني من التقليد الأعمى للكافرين. بيع الرجل الملابس الداخلية للنساء حرام ولا حلال؟ والله أنت أدرى. بعض الأسئلة صاحب السؤال نفسه المفروض أنه عارف هذا لا يليق. هذا لا نقول أنه حرام، لأنه قد يتصور في لكن ما الذي يعني أدخلك في هذا المطب؟ مبلغ أتاجر به في الملابس، هل هذا مال عليه زكاة؟ لا، تحول الآن زكاة عروض التجارة، فأنت كل سنة تجرد البضاعة اللي عندك، إذا كانت تزيد عن النصاب والغالب أنها تزيد، تقدرها في كل ميعاد، يعني كل سنة ما يحول عليها الحول، تعمل الجرد على أسعار الجملة وتطلع 25% وتزود عليها الفلوس اللي عندك في الدرك، تنقص منها الديون اللي عليك. والأحسن تروح لواحد تاجر بيعمل كده كل مرة، مادام أنت أول مرة تقول له بتعمل كده إزاي؟ زي ما أنت بتعمل، زي ما جيت تشتري الملابس رحت لواحد تاجر تقول بتشتري منين؟ إشمعنى في الزكاة عايز تاخدها كده في فتوى في دقيقتين بالمرة؟
ذكرتم في الدرس السابق فضل الركعتين قبل الخروج وعند الدخول، وذكرت مجلة التوحيد أنه من الأحاديث الباطلة ولها آثار سيئة، فهل تلبس هل تلبس علي شيء؟ أكيد تلبس عليك شيء، أشياء أكيد في السفر. حديث مجلة التوحيد هو جايبه. ما خلف عبد على أهلي أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. ضعيف. وقال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحابنا فلا تعبدها. وقال ابن سعد اتبعوا ولا تبتدعوا. طيب هذا الحديث ما خلف عبد على أهلي أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. الذي قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين عند يعني عودتك يمنعانك من مدخل السوق، وعند خروجك يمنعانك من مخرج السوق. هذا غير هذا، وبالتالي هذا ليس فيه بدعة ولا شيء. وهي الإشكال البدعة الحقيقية أن الواحد ما يفهمش الكلام ويشوف السؤال، حتى كلام اللي هو بعته جزاه الله خير من أبناء الكلام المجلة، يقول ذكرت في الدرس فضل الركعتين وذكرت مجلد التوحيد انه من الاحاديث الباطله ولها اثار سيئه. طب انا انت بعت المجله ما قالوش من الاثار الباطله ولا قالوا لها اثار سيئه، ما انت مش بعت الكلام. بيقول الحديث بين قوسين ضعيف، ما قالش بقى الاثار السيئه ولا على كل حال. الحديث الذي ذكرناه ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو حديث صحيح وليس فيه اشكال خلاف. إذا تاب العبد بعد نزول البلاء ورجع إلى الله فتوبته هل لها قبول عند الله، أم أن توبة العبد حال العافية تكون لها قبول أعظم؟ صلى الله السلامة والعافية. أنت أسأل ربنا السلامة والعافية، وإذا كانت عندك عافية جدد التوبة، وإذا جاء البلاء فأنت ستتوب، وما في داعي لل استمنى عمدا في نهار رمضان هل عليه القضاء أم الكفارة؟ أولا الاستمناء حرام لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ثانيا يتأكد هذا في رمضان، فإن رمضان لا ينبغي أن. ثالثا يبطل الصيام على يعني عند جماهير أهل العلم، لكن يوجب القضاء وليس في كفر، الكفرة فقط في الجماع. الرجل يريد أن يستخير وهو لا يحفظ الدعاء، هل له أن يقول على حسب استطاعته؟ طيب ما يجيب الكتاب ويقرأ دعاء الاستخار؟ طب يحفظ دعاء الاستخار؟ لو قيل له تروح تشتغل في أمريكا، لو أروح تصحى الساعة 5 وتروح رحلة، أروح تعمل أي حاجة طب إيه ما الذي يمنع أن يحفظ دعاء الاستخارة؟ إلى أن يحفظ يمسك بالكتاب ويقرأ فيه، أما يقول أي دعاء حسب الاستطاعة هذا لا يليق. في أي الأمور يستخير؟ يستخير في شؤونه كلها. بعض الناس يقول كيف نستخير في الطاعات؟ أن تستخير في الطاعات لا بقصد فعل الطاعة أو عدم، تستخير في الطاعات باعتبار الملابسات التي يعني تعن لك. يعني الله كنت أعلم أن حجي مع فلان وحج، بس أروح مع فلان وأعطي الجواز لفلان وأروح بالبر ولا أروح بالحج هذا العام، هل ده أوفق لي؟ ما في مانع حتى في المسائل اللي فيها طاعة الإنسان يعني يطلب الخير من الله عز وجل. هل يتعارض الزواج مع طلب العلم؟ خاصة إذا كان الشاب في بداية طريقه العلمي ما يتعارض أبداً. ليس هناك أشياء تتعارض في الحقيقة إلا عند الإنسان الفارغ، وإلا الإنسان كلما كان موفقاً كلما بعض الأدباء يقول إذا أردت أن تعهد بمهمة فعهد بها إلى مشغول. واحد مجرب الناس اللي زينا، إذا أردت أن تعهد بمهمة فعهد بها إلى مشغول، لأن المشغول عارف قيمة الوقت
وبالتالي لما تزيد على العشرين مهمة التي عنده مهمة أخرى سيوسع لها وسيوفق. لكن الإنسان الفاضي هذا خوف منه مش يعمل حاجة خالص، هيقعد يقول أتجوز ولا أطلب علم. بس الجواز مهم، لكن طلب العلم لا، أنا هطلب علم، لا أنا هتجوز، لا والله لا طلب علم، مش هيعمل حاجة خالص، لا طلب علم ولا أتجوز. وكل ما يروح درس يتكلم، كل ما يشوف واحد يسأله، وكل ما ينام يفكر، واليوم ضاع كله لا قرأ آية ولا حتى قرأ ورده، مش حتى طلب علم ولا شيء، ولا هو يا أخي استعن بالله ويدعي، وإذا ربنا عزيز أرادك الزواج سيهيئك لهذا، وإلا إلى أن يأتي الزواج أنت في طريقك. فتاوى كثيرة في تنظيف شعر الحاجبين للمرأة ولا أعلم أيها أتبع، فما حكم تنظيفها أو تنظيفهما مع نية التجمل فقط؟ إيه معنى التنظيف يعني؟ يعني الأخذ من شعر الحواجب، وهذا لا يجوز، هذا من النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صبغ شعر المرأة من طريق خلق الله لا، صبغ الشعر هذا من المستحبات كالحناء ونحو ذلك، هذا يعني ليس فيه حرج. لا طبعا بالسواد لا يجوز، أما السواد فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحمرة والصفرة ونحو ذلك هذا ما ينبغي أن تفعله المرأة يعني كراما لزوجها. يصب الفطور ويترك بعض الصلوات وقليلا ما تعلو همتي ثم يعود الحال. هذا اللي يترك بعض الصلوات ما أصيب الفطور، ده أصيب الكفر أعوذ بالله. اللي يقول أصاب الفطور هذا يعني واحد مثلا بيقرأ خمس أجزاء في اليوم يقول يأتيني فطور فلا أقرأ أكثر من جزء، فطور فعلا. أو يقول أصلي بالليل ساعتين فهذا اليوم صليت نصف ساعة يعني بصعوبة. أو يقول يعني أنا لي طلعة كده في صلة الأرحام كل يوم فبقالي أسبوعين ما لم أذهب إلى أمور، يعني ده الفطور. أما واحد يقول يأتيني فطور فأترك الصلاة، أنت ما أتاك فطور، ده أنت ده يعني أنت على خطر عظيم صلى الله السلام والعافية. فأنت في رأس مال وفي أرباح، أنت تترك رأس المال وتترك الإسلام كله بترك الصلاة. فخلي نفسك حدود، هناك خطوط حمراء لا ينبغي أن يعني يتجاوزها الإنسان، وهذا ماذا يفعل مع قلبه؟ فإنه مواظب على حضور جلسات العلم وقيام الليل والفجر، ولكن لا يجد قلبا خاشعا. والله هذا الذي تشتكي منه أشتكي أنا منه أيضا، نسأل الله السلام والعافية. ويعني كلنا هذا الرجل الذي يجد من قلبه القسوة والفطور لكن الناس هنا بين طرفين ووسط، يعني رجل إذا شاف هذا يقول لك خلاص مدام مفيش فايدة يبقى نعمل إيه، بلاش نصلي بقى وبلاش نتعب نفسه، ما هو مفيش روح ولا فيه طعم، هو المقصود من صلاة الليل واحد يطلع نازل كده وطالع لا يا رجل لا يبقى بلاش خالص ما تصليش لحد ما تبقى هذا من الشيطان. من قال هذا؟ أنت اصبر على طاعة الله عز وجل واسأل ربنا عز وجل. أنه قال بعض السلف عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة أخرى، يعني واحد بقاله 20 سنة بيقوم الليل وما حصلش إن هو وجد قلبه، لكنه ماذا يفعل؟ هو ينوي خير، يقول يا رب والله أنا أفعل ما أمرتني به عسى أن يفتح الله. ثم جاءه الفتح فجأة واستمتع بقيام الليل 20 سنة أخرى. فأنت خليك في 20 سنة الأولى، ولعل الله عز وجل يعني يمن عليك قبل 20 بعد يعني قليل إن شاء الله. أما الإنسان يعني يأخذ نوع من ترك الطاعة وعدم الهمة في الطاعة أو نوع من الإحباط أو الفطور الذي لا يليق مثل الخير، لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي بالشر، اصبر على الخير الذي أنت عليه والله سبحانه وتعالى صلى الله تعالى بمنه وكرمه أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا جميعا لطاعته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.